من برشلونة ينضم إلينا الصحفي الرياضي الأستاذ يوسف التمسماني. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك. الواقع أن هناك تفاعلات حتى من الرياضيين فيما يتعلق بما يسمى الانحياز الغربي أو محاولة تحييد روسيا كلا وجزءا عن مظاهر الحضارة بما فيها الرياضة. هل تعتقد حضرتك أن هذه بداية لإدخال السياسة في الرياضة بشكل مقنن أو دائم؟ تحية طيبة لك زميلتي رشا ولكل مشاهدي بي بي سي نيوز عربي. السياسة هي جزء أو عفوا الرياضة هي جزء لا يتجزأ من الرياضة. فإذا شاهدنا يعني تركيبة أي حكومة في أي دولة في العالم، هناك دائما وزير للرياضة. إذا كل الخطط الرياضية هي تابعة لخطط الدولة على شكل عام. وإذا عدنا إلى الماضي، فحتى في بداية يعني العصور الألعاب الأولمبية يعني في عند الإغريق كانت يعني نوعا من انواع يعني التمجيد للعرق الاغريقي وللامجاد الاغريقيه. في عهد هتلر كذلك الالعاب الاولمبيه اتخذها هتلر ودعايته يعني للتمجيد للعرق الالماني، وكانه يعني افضل من باقي الاعراق في العالم. كذلك يعني ريال مدريد، لا يمكننا ان ننسى ان ريال مدريد يعني وقعت عقدها مع دي ستيفانو بفضل ضغوطات الجنرال الدكتاتور فرانكو بعد ان كان دي ستيفانو متوجها الى برشلونه للتوقيع مع البارسا. وكذلك البارسا، ما دمنا نتحدث عن البارسا، فالبارسا كذلك يعني ترفع اعلام الجمهوريه الكتالونيه المزعومه يعني في ملاعبها. فاظن اننا لسنا الان متوجهين نحو اقرار يعني تطبيع الرياضه والسياسه، بل اننا يعني نعيش هذا التطبيع منذ الابد. لكن فالسياسه غير منعزله عن الرياضه. يختلف مع حضرتك مثلا بطل سكواش المصري علي فراك، هو كتب انه لا ينبغي لاحد ان يسعد بما يحدث في اوكرانيا، لكن لم يكن يسمح لنا ابدا بالتحدث عن السياسه في الرياضه. بعض المتحاورين كذلك من المتنفذين في عالم الرياضه في المنطقه العربيه قالوا انه لم يتحدث أحد أو لم يدخل أحد السياسة في الرياضة، لا في اليمن ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في القضية الفلسطينية، وبالتالي هم يتحدثون عن ازدواجية معايير. هذا ليس صحيحا. يعني ألم يتم استبعاد العراق من كأس العرب ومن كأس الخليج؟ ألم ترفض الدول العربية أن تلعب منتخبات إسرائيل يعني في الاتحاد الاسيوي؟ بس كانت تتعرض لعقوبات، يعني حتى اللاعبين الذين ابدوا هذه الاشارات تجاه اللاعبين الاسرائيليين تعرضوا لعقوبات، واسرائيل لم تمنع من اللعب في بطولات الاتحاد الاوروبي، هي ليست عضوا فيه مثلا. طيب وهل يمكننا ان ننسى يعني مجموعه من الانظمه العربيه التي يعني تستغل الرياضه لتمرير مجموعه من الرسائل؟ لدينا يعني مثلا النظام الجزائري الذي يعني يستعمل الرياضه يعني وفوز المنتخب الجزائري في كأس العرب التي هي يعني كأس نوعا ما حبيه وكأنها يعني انجاز وطني، وكذلك مجموعه من الدول الاخرى التي تعتبر فوزا رياضيا يعني منصة للترويج يعني لعظمة هذا الشعب أو لعظمة تلك الحكومة. فأظن أن بس كل الحكومات في العالم تفعل ذلك أستاذ يوسف، كل الحكومات في العالم تتحدث عن ذلك باعتباره أداء بطولي قومي، يعني مسألة ليست فقط محصورة في المنطقة العربية، أليس كذلك؟ تماما. يعني كل أي فوز لرياضي ما أو لمنتخب ما أو لفريق ما، دائما ما تتبناه الأنظمة سياسيا يعني للترويج على أنه يعني إنجاز وطني، وعلى أنه يعني نرى دائما استقبالات من رؤساء الدول، من رؤساء الحكومات، من الوزراء للاعبين وللرياضيين. فلا يمكننا أن ننسى كذلك ما وقع مع ناديا كومانيتشا، يعني خصوصا في الاتحاد السوفيتي وفي يعني فلا يمكننا ابدا ان نكون ساذجين ونظن ان الرياضه هي في عزله عن السياسه. شكرا جزيلا للاستاذ يوسف التمسماني من برشلونه الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك.